ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في شارع النصر، معانا عمارة كاملة للبيع ورا بنزيمة توتال، هنخش نشوفها دلوقتي. امام عمارة كاملة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. ده كده شارع النصر، ودي كده عند بنزيمة توتال، وده كده مدخل الشارع الخاص بالعمارة. تمام، اول يمين من جنب بنزيمة توتال على طول. دي كده المنطقة، تمام، وده العمارة اهي. هنخش دلوقتي نشوف تفاصيل العمارة، ونشوف مساحتها، ونشوف التقسيمة الداخلية ليها. وده كده الشارع، ده كده الفيو من الدور السادس. احنا عندنا في العمارة هنا ست ادوار، ست ادوار، والدور الارضي يبقى السابع، صح؟ لا، بالدور الارضي، ست ادوار بالدور الارضي. تمام، العمارة كلها فاضية. تمام، في عندنا خمس شقق متشطبين، وشقة واحدة بس هي اللي مش متشطبة. تمام، المساحة هنا بتاعت الشقة الواحدة 277 متر، عمارة مترخصة ومعاها رخصة. تمام، هنشوف دلوقتي تقسيمة الشقة. ده كده الفيو من بره. طبعا كل دور شقة واحدة وكله على الواجهة. طبعا دي كده واجهة العمارة. احنا معانا هنا دور أول، دار أرضي، تمام، وفي بدروم تحت. وادي كده أول دور علوي، وادي كده دور تاني، ودور تالت، ورابع، وخامس، وروف. تمام، يبقى معانا هنا ست ادوار، ست شقق، تمام، وروف. تمام، طبعا العماره من بره اللي هياخدها ان شاء الله، يعني لما يحصل نصيب، المفروض ان هو يوقع البلكونات دي ويظبط واجهه العماره، ويظبط المدخل، ويظبط البدروم، ويظبط واجهه العماره عشان يعني تمام بشكل افضل من كده. تمام، ان شاء الله هتلاقوا في الديسكريبشن كل التفاصيل بخصوص السعر وبخصوص كل حاجه. تمام، ما تنسوش زي ما قلت لكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. العماره هنا في موقع مميز جدا جدا جدا، ورا بنزيمة توتال على طول، شارع اللاسلكي. اديكم شايفين المنطقه ماشيه ازاي. مساحه الارض هنا 385 متر، الارض كارض 385 متر. الشقه الصافي بتاعها مكتوبه في العقد 277 متر. تمام، عندنا هنا كل العماير، كل الشقق فيها عداد قديم، تمام، وغاز طبيعي وكل حاجه. تمام، هي الفكره بس ان ده تشطيب قديم، فيعني الناس ربنا يعينهم ان شاء الله. المفروض بقى زي ما بقول لحضرتك كده، اللي هيشتري البرج دوت او العماره ديت، المفروض ان هو هيوقع الواجهه ويظبطها ان شاء الله بالكامل. تمام، زي ما قلت لكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا.